السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فقرة جديدة من فقرات كتبوا لنا. الحديث عن تواريخ البلدان أو البلدانيات وتواريخ جزء معين من البلدان لا سيما في حقبة معينة من الأحقاب هو أمر متخصص لكنه جميل جدا. بعض الناس يعيش مثلا في الجزيرة العربية، في السعودية مثلا، أو في الخليج، أو في مصر، فتجد أنه لا يعرف إلا تاريخ بلده، حتى التاريخ القديم أو التاريخ المعاصر ربما يعني لا يهتموا به كثيرا. ونحن يعني بحاجة إلى أن نفتح المناطق المظلمة في عقولنا على بعض المناطق وبعض البلدان. للأسف أن بعض يعني البلدان في مشرقنا العربي ليس معروفا تاريخها، المغرب والأندلس تاريخها عند كثير من الناس ليس معروفا. كيف دخل الإسلام إليها؟ ما هي حالها قبل دخول الإسلام؟ ما هي الدول التي تعاقبت عليها الدول الإسلامية في فترة بني أمية وبني العباس وبعد ذلك؟ هذا الحقيقة يعني كله نحن بحاجة إليه. الحالة الثقافية والحركة أيضا الاجتماعية في ذلك الوقت كيف كانت؟ هناك كتاب اسمه تاريخ المغرب والأندلس محمد عبد الله عنان، هو كتاب جميل جدا رائع لكنه ضخم في مجموعة من المجلدات، قد تكون 7 مجلدات. الكتاب الذي بين يدي مختصر جدا ولطيف، وعني بتاريخ المغرب والأندلس قبل الإسلام وأثناء دخول الإسلام حتى قبل سقوط الأندلس، وهو بعنوان في تاريخ المغرب والأندلس لأحمد مختار العبادي. الكتاب قد يكون كتابا مدرسيا يعني، ويعني محاضرات رقيت على طلاب الجامعة ثم نسق المؤلف بينها وجمعها، وهذا يعني يعطي الكتاب أمرين: الأمر الأول أنه شامل، الأمر الثاني أنه ميسر ولغته يسيرة وسهلة. فنجد يعني كيف كانت البلاد المغربية قبل الفتح العربي، ثم بعد الفتح العربي وكيف كانت فتح العرب والمسلمين للمغرب، ثم أيضا فتحهم لأسبانيا ودخول القوات المسلمة هناك. أيضا ما هي الدول التي نشأت في هذا الأمر؟ طبعا دولة بني أمية كان هذا معروف أنها كانت شبه مسيطرة على المغرب والأندلس حتى سقطت، ثم جاء بعد دولة بني العباس أصبح الأندلس مستقلة تحت الإمارة الأموية، ثم بعد ذلك الخلافة كما يسمون الأموية، ثم جاء عصر الطوائف وما حصل فيها. الحركة الثقافية الموجودة في المغرب وفي الأندلس مثلا على سبيل المثال نجد نتكلم عن أشياء كثيرة، يعني مثلا المؤلفين المشهورين في الأندلس ابن حزم و بن رشد، وعرف بكتبهم وعرف بالحركة الثقافية هناك، بل إنه عرف حتى بأشياء أخرى. يعني لما حصل بين الأمين والمأمون بعض الإشكال في الإشكال الذي حصل بينهم وأدى إلى قتل الأمين من قبل أخيه المأمون، يقال إن المأمون بدأ يتسقط ويبحث عن أصحاب أخيه، وكان منهم زرياب المغني المشهور الذي يقال عنه زرياب في قلبي يموت وقيس في صدري سجين. هذا زرياب هرب بأسرته إلى الأندلس وأصبح له هناك صولة وجولة وشأن، فتكلم عنها أيضا في هذا الكتاب. المنصور ربيع عامر من الشخصيات المهمة جدا والمؤثرة في الأندلس، الكلام عنه طويل جدا وجميل. أيضا الكلام عن أشهر دولة يعني في المغرب وعبرت إلى الأندلس وهي المرابطين، وكيف كان لهم أثر في طول أمد الحكم الإسلامي للأندلس، لأنه يعني كادت أن تسقط الأندلس في أيدي الأسبانيين مرة أخرى، لكن لما جاء يوسف من تاشفين جاءت معركة الزلاقة الشهيرة امتد الحكم الإسلامي أكثر من 100 سنة أخرى أو قرنا ونيف أو أكثر من ذلك امتدادا لهذا الرجل. كيف نشأت دولة المرابطين وقبل الموحدين، وكيف دخلوا إلى المغرب، ولماذا عفوا عن بعض الناس وقتلوا بعض الناس، ما هي حقيقة العلاقة بينهم وبين المعتمد العباد؟ هذه كلها يعني من الأشياء الموجودة في هذا الكتاب. أعود فأقول الكتاب لا يتكلم عن التاريخ السياسي فقط، وهذا شيء جميل جدا. بعض الكتب تتكلم عن تاريخ، عامة للأسف كتب التاريخ تتكلم عن التاريخ السياسي أو تاريخ الملوك والحكام، لكن تاريخ المجتمع وأحوال الناس، تاريخ المثقفين والكتاب والمؤلفين والحركة الثقافية والعلمية، تجد أنها في مقدمات الرسائل العلمية وما أشبه ذلك. لا، الكتاب هذا تكلم حقيقة عنها بشكل جميل، فهو ماتع ومختصر ولطيف جدا، واسمه في تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد بن مختار العبادي، وهو كتابنا في هذه الفقرة. وفي فقرة قادمة بإذن الله عز وجل ألتقيكم وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.